السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض برنامج البريكس كاد. أقول له هنا أوبن نسخة تجريبية، وبعد كده هقول له عايز البروفايل، عايز أقول له موديلنج بروفايل. موديلنج يعني هنبدأ نشوف 3D دي الواجهة لو أنا اخترت درافت بروفايل. طيب لو قلت له أنا عايز موديلنج بروفايل وقلت له أوكي، تقدر في أي وقت تدوس على دوت. هقول له دلوقتي نيو دروينج، لاحظ إن الواجهة اختلفت، ضاف لي حاجة جديدة زي الموديل، بقى عندي 3D. أقدر أرسم مثلا بوكس بالشكل دوت. طيب أنا عايز أشوف البوكس ده في 3D، أجي هنا وأقول له توب فرونت ليفت، هيبدأ يصيره بالشكل دوت، أو من الناحية دي أو من الناحية دي بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا من قائمة فيو وتقول فيجوال ستايل وتختار هل هو 2D واير فريم ولا واير فريم ولا هيدن ولا رياليستيك ولا شيدو جراي. تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه كفيجوال ستايل. رندر تبدا تشوف الرندر هيبقى عايز موديلينج ولا شيد رايت ولا رندر ولا هايد ولا شيد. في اشكال كتيرة جدا، وممكن في اي لحظة تدوس كليك وتيجي هنا تبدأ تختار من اشكال الموديلنج اللي انت عايزه. تقدر تختار مثلا دايرة بشكل دوت، تبدأ تحدد بقى نص قطر بتاعها قد ايه. هتلاقي ادوات كتيرة تساعدك في ان انت ترسم، تقدر تعمل موف روتيت كوبي زي ما انت عايز، تقدر ترسم زي ما انت عايز. سيلكت تقدر تختار السيلكت اللي انت عايزه، وهذا الكونسترينت. وهتلاقي هنا أدوات خاصة بالبرامتر اللي انت عايزها. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل جوين لشكلين اهوت، دوس انتر خلاص يبقوا شكل واحد دلوقتي. تقدر تختار اي اداة من اللي انت عايزها، مثلا بوش بول. تقدر تختار أي جهة من الجهات، تقول له انتر وتبدأ ترسم زي ما انت عايز.